مرحبا بكم مشاهدين الكرام، وحيكم أنا مصطفى كركساوي وأقدم إلى حضراتكم الموقف الإخباري. استعرضت اللجنة الأمنية لمجلس الأمن والدفاع أحداث العنف الأخيرة، وقررت اللجنة توجيه شركات الاتصالات بإيقاف جميع بطاقات الاتصالات غير المسجلة، كما وجهت الجهات العدلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مثيري الفتنة. استعرض اللجنة الفنية الموقف الأمني بالتركيز على تداعيات ما جرى مؤخرا من أحداث بإقليم النيل الأزرق وما صاحبها من تأثير سالب لبعض مما يتم تداوله من خلال الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي، من تحريض على الاصطفاف القبلي وترويج لخطاب الكراهية وتشجيع على العنف مما يؤثر على الأمن الوطني السوداني. وقررت الآتي: أولا، توجيه جميع شركات الاتصالات بالبلاد وقف التعامل فورا مع بطاقات الاتصال غير المسجلة طبقا للرقم الوطني وبطاقة الهوية لجميع الشبكات، على أن تتحمل هذه الشركات التبعات القانونية لأي مخالفة تتعلق بذلك. ثانيا، على الجهات العدلية والأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عاجلة ضد مثيري النعرات العنصرية ودعاة الفتنة، سواء كان ذلك باستخدام الوسائط أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي أسلوب آخر يؤثر على السلم الاجتماعي والطمأنينة العامة. حفظ الله البلاد، والله الموفق والمستعان. عقدت اللجنة المركزية لأبناء الهوسة بالنيل الأزرق مؤتمرا صحفيا بقاعة طيبة بريس بالخرطوم لتوضيح الحقائق للرأي العام حول الأحداث الأخيرة بالإقليم. وقال رئيس اللجنة اللواء ركن معاش عمران يحيى يونس إن إمارة الهوسة موجودة منذ عام 1998، مطالبا مجلس السيادة بتأكيد حق الهوسة في الإقليم ومحاسبة كل الذين تسببوا في هذه الفتنة وتأمين المهجرين جراء الأحداث حتى يعودوا إلى منازلهم. من جانبه، طالب عضو اللجنة الدكتور حافظ عمر الدولة بفرض هيبتها حتى يعم الأمن إقليم النيل الأزرق. الهوسة لهم الحق في انه يعني تكون لهم أمارة، والأمارة دي هي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كان هنالك ثلاثة منكم فليأمر أحدكم الآخر. وهي الأمارة أساسا لإدارة شؤون أفراد القبيلة. والحاجة الثانية انه ما عندها علاقة بحاكور، ما عندها علاقة زي ما ذكرت في بمحكمة، وبالتالي يعني كل الشيء اللي حدث نحن بنعتبره ما استهداف لقبيلة الهوسة، إنما استهداف لنسيج الاجتماع السوداني والذي يهدد الأمن القومي السوداني، وده اللي يجب في إنه نحن نتداركه. من هذا المنبر نحن نطالب بمحاسبة كل من ثبت أنه ساهم أو شارك أو حرض على هذه الكارثة. وفي الواقع الأسباب التي ذكرها الحاكم في مؤتمره أنا قلت لم يوفق في ذلك، ولم تكن معلومات دقيقة، ولعل من سبقني في الحديث ذكر ذلك. الإمارة ليست هي القضية، لعل استمعتم إلى تاريخ إمارة الهوسة في إقليم النيل الأزرق إلى تاريخ هذا اليوم، ولكن الذي حدث هو اعتداء بعض المكونات على قبيلة الهوسة. قال المدير العام لوزارة الصحة بإقليم النيل الأزرق الدكتور جمال ناصر إن حصيلة الوفيات جراء أحداث العنف القبلي التي شهدها الإقليم خلال الأيام الماضية بلغت 39 قتيلا و200 إصابة. وأشاد الدكتور ناصر خلال حديثه لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق بتطوع عدد كبير من أهالي النيل الأزرق لإسعاف وإنقاذ المصابين. الإصابات كانت كم، لكن بعد ما وصل تيم الطوارئ واستمر تيم الطوارئ بإثبات الحقائق وتبديل الفرصة المتابعة في رأس كل ساعة بدين التقرير لحد ما حتى الآن استقب الأمن وصلنا إلى 79 حالة وفيات وما يقارب 199 أو 200 إصابات متفاوتة، منها مصابات
اللي هو يخبرنا انه لازم يتم علاجه خارج الاقليم لاسباب كثيره جدا معلوم لدينا، انه نحن عندنا مشكله في الاكس راي في الاشعه المقطعيه ما متوفر، لانك انت لما تقول عندك زول عنده كسر او في الرجل او في الراس او عنده ضربه البطن ما بيحتاج انه تعمل صوره اشعه عشان احدد ليه درجه الاصابه اذا كان كسر مضاعف او كسر مركب. فدي كانت واحده، والحمد لله قدرنا وزاره الصحه، ولا انسى انه اشكر ابناء وشباب وامهات النيل الازرق بكل الوانهم بكل اطيافهم الفكريه والسياسيه والدينيه والمجتمعيه، كانوا كلهم حضور في المستشفى وكانوا شغالين متطوعين في كل شيء. كشف المدير التنفيذي لمحلية كسلة مأمون علي محمد عن 3 وفيات في أحداث كسلة وإحدى عشرة إصابة خلال أعمال العنف التي شهدتها كسلة مؤخرا، وأوضح مأمون لبرنامج كالآتي بقناة النيل الأزرق أن ضررا كبيرا لحق بمبنى الأمانة العامة للولاية، مؤكدا أن هذه الأحداث تسبب فيها بعض المتفلتين. وانتهت يعني بـ3 وفيات، 3 أشخاص نترحم عليهم، نسأل الله لهم القبول، ويمكن 11 إصابة، إصابات خفيفة يعني ما خطيرة. والحقيقة يمكن الإتلاف اللي حصل والضرر اللي حصل على المباني بالذات أمانة الحكومة، يعني احنا ممكن نقول شبه تمام دمار كامل، حتى للأجهزة وللشبكات وللأساس وللملفات. وحقيقه يعني ناسف نحن والله لهذا التصرف من بعض المتفلتين، يعني احنا نقول بعض المتفلتين لانه احنا الحوسه حقيقه عرضوا يعني دائما في كسلة كضلع كبير جدا يقودوا النشاط الزراعي والاقتصادي بالمدينه، ما عرفت لهم اي نوايا كانت عدوانيه. أطلق الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل مبادرة لوقف العنف وتهدئة الأوضاع في إقليم النيل الأزرق، وقال نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب مالك درار إن نائب رئيس الحزب مولانا محمد الحسن المرغني شكل لجنة للتواصل مع كافة مكونات النيل الأزرق. كما أوضح درار أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع المكل فاتح يوسف عدلان مكل فونج وناظر عموم قبائل النيل الأزرق، حيث رحب بالمبادرة وأشار إلى أن لجنة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل سوف تتوجه لإقليم النيل الأزرق لطرح المبادرة على أرض الواقع. بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأعرب البرهان في البرقية عن تمنياته لماكرون وللشعب الفرنسي بمزيد من التطور والنماء ودوام الصحة والعافية والسعادة. كما أعرب رئيس مجلس السيادة عن رغبته في مواصلة تعزيز روابط الصداقة وعلاقات التعاون بين البلدين، مشيدا بدور فرنسا الفاعل في دعم الانتقال الديمقراطي في السودان. عقد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول محمد حمدان دجلو اجتماعا مع مديري شركات الاتصالات بحضور كل من وزير الاتصالات المكلف عادل حسن محمد حسين ومدير عام جهاز الاتصالات. وشدد دجلو خلال الاجتماع على ضرورة التوسع في التغطية وتحسين جودة الخدمة لتشمل جميع ولايات السودان خاصة دارفور، ووجه شركات الاتصالات كذلك بالعمل على تطوير الخدمات في جميع أنحاء البلاد. ووعد الفريق أول دجلو بتذليل المصاعب كافة من أجل تقديم الخدمة لجميع السودانيين. نهاية الموقف، إلى اللقاء.